ننتقل للحديث عن مكونات الغلاف الجوي، منها النيتروجين، الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون، الأرجوان وغيرها من الغازات الأخرى. أما الغازات الدفيئة هي عبارة عن الغازات التي توجد في الغلاف الجوي، تعمل على امتصاص الأشعة تحت الحمراء التي تعكسها الأرض، مما يقلل من كمية الطاقة الحرارية المفقودة من الأرض، وعليها تزداد حرارة الغلاف الجوي والأرض بشكل عام. أما مكونات تلك الغازات، ثاني أكسيد الكربون ينتج عن احتراق الوقود في المصانع، غاز الميثان وينتج عن مخلفات الثروة الحيوانية، والكلوروفلور والكربون يستخدم في تبريد الثلاجات والمبيدات الحشرية. أما أكسيد النيتروز يستخدم في الأدوية الطبية. رح نتحدث عن دور الغازات الدفيئة. لها دور مهم حيوي في اعتدال درجة حرارة الأرض، ولولا وجودها لوصلت درجة حرارة الأرض ما بين 15 إلى 18 درجة مئوية. مصادر ظاهرة الاحتباس الحراري عندنا مصادر طبيعية مثل البراكين، حرائق الغابات، الملوثات العضوية، ومصادر بشرية نتيجة ما يقوم به الإنسان من نشاطات مختلفة مثل قطع الأشجار.